معاكم الشاب الجميل والنجم اللامع والمتألق عمر ابو المعاطي زكي عشان نحلل مباريات البريمير ليج النهارده. اهلا بيك يا كابتن عمر. اهلا بيك يا كابتن ابو المعاطي اللي هو حضرتك بابا طبعا في الاول وفي الاخر. واهلا في الاول والاخر يعني حاجه كده. لا يعني بابا طبعا ربنا يديك الصحه يا رب. ونرحب بمشاهدين نجم الجماهير الكرام. نتكلم معاكم النهارده على يوم السبت الممتاز كده في الدوري الانجليزي. هبدا معاكم بتشيلسي ومانشستر سيتي. المباراه اللي كانت جميله جدا، كان فيها تفاصيل كتيره جدا. ايوه عصبتني في حاجات كتيره جدا الصراحه. التغييرات بتاع بوتشيني في حاجات كتيره قوي عصبتني الصراحه. ايه بقى؟ ابدا معاكم نبدا من الاخر للاول. لسيتي لو تعادل السيتي مع تشيلسي. تعادل السيتي مع تشيلسي 1-1. لو واحد فتح الماتش في الشوط الثاني هيشوفه شبه وان سايد جيم. سيتي عمل كل حاجه الشوط الثاني ممكن تعمل، مع ان لو شفت الشوط الاول هتشوف ان فورمه لعيبه سيتي اغلبها كانت وحشه. حتى فورمه الشوط الثاني اللعيبه كلها النهارده كانت اوف دي. كان في حاجه غريبه النهارده في سيتي اول مره اشوفها من كتير قوي، كانت عشوائيه. كنت حاسس ان في عشوائيه في الملعب. الفاريز حقيقي انا ما كنتش فاهم دوره النهارده ايه في الملعب. حتى هو كانت اول تبديله خرجت بدري جدا في الدقيقه 60 ونزل برناردو سيلفا. بعد كده الشكل اتحسن شويه. كان في مشاكل في هجوم سيتي شويه، ان حاجه انا مش فاهمها جدا ان الفتره الاخيره في الفودن مفير وبيطلع نار يعني، وكان جايب هاتريك من قريب وكل قوه فودن كانت بتبقى من العمق. النهارده بيبدا على الطرف، حسيته معزول الشوط الاول هو ما جاش خالص. اخر الشوط الثاني لما خلاص بقى تشيلسي ركن ورجع شفنا بقى ظهر فودن في كام كوره. بس عموما خط هجوم السيتي النهارده كان كله اوف. هالاند عمل اوحش ماتش ليه في السيزون. شوط النهارده 10 كور، 0 جوان، ضيع 3 فرص مؤكده. الاكس جي بتاعه اللي هي الاهداف المتوقعه يعني على الاقل يطلع بجونين. ضاع كوره غريبه جدا في السته بدماغه بعد البروين عملها له بشماله، كانت اكتر من روعه. فالنهارده هالاند اوحش ماتش ليه في السيزون. كان اوف داي خالص. كل هجوم السيتي كان كده. دفاع السيتي النهارده برده روبن دياز كانت البسه الجون الاول الصراحه، يشيل منه كتير ان هو خرج بره اللعبه خالص وراحوا 2-1 وقدر تشيلسي ان هو يجيب الجون الاول. تشيلسي كان ممتاز جدا الشوط الاول، اللعيبه كلها كانت بتستموت لحد اخر دقيقه في الماتش. كنا بنشوف ده حتى لما لعيب يطلع الكوره كنا بنشوف انفعالاته عامله ازاي. فواضح ان الماتش كان حاجه كبيره ليهم وده بان. وحمل الماتش الصراحه مش للعيبه خالص النهارده، ممكن هو التعادل يعني التعادل ما حملوش للعيبه خالص. ان اللعيبه دي الصراحه كانت تستاهل تكسب، هم عملوا كل حاجه. بس حمله للمدرب اللي واقف على الخط اللي ما ساعدش فرقته. ان فرقته كانت راكبه الجيم لحد الدقيقه 60، كانت ممكن تطلع 2-0. بعد كده انت بتختار انك تطلع ستيرلينج اللي هو مصدر خطورتك شبه الرئيسي في المرتدات والتحولات، خرج في الدقيقه 60 تبدا تقبل اللعب اكتر. في الدقيقه 70 تعمل تغييره غريبه جدا انا استغربتها، تطلع بالمر اللي هو واحد من اهم اللعيبه عندك واللي هو جناح في الاصل، وبتنزل مدافع وبتقلبها 5 ورا، بتقلبها من 4-2-3-1 ل 5-3-2. بتستعمل لعب بشكل غريب جدا، انت حتى مش بتدافع يعني من شبه نص ملعبك، لا انت بتدافع في ال 18، انت بتدافع من ورا تلت ملعبك. فطبيعي حتى لو لعيبه السيتي ما نزلتش من بيتها انت تستقبل التعادل، وده كانت النتيجه الطبيعيه اللي انا كنت. ده كمان استحواذ عمر في مرحله بقى 90-10 بالظبط، يعني في 10 دقائق كامله انت يعتبر ما بتلمسش الكوره غير في التشتيت، اللمسه اللي انت بتطلع الكوره بعد السيتي ترجع تجيبها تاني وبدا عليك هجمه. فانا شايف الصراحه تبديلاته هي اللي بوظت الماتش، لان انت على الاقل لو خليت ماشي انا معاك ان انت خرجت ستيرلينج مع ان انا ما كنتش شايف ان هو يخرج، بس على الاقل كنت تسيب بالمر ان هو ممكن يعمل لك حاجه في التحولات. لمسيته كان عامل جبهه كويس قوي مع جوستو اللي هو بالنسبه لي كان مان اوف ذا ماتش النهارده. يعني يعتبر اغلب الماتش حاطط دوكو في جيبه. دوكو يعني بالنسبه لي هو لسه عنده ربع طاير كده، بس هو محتاج صفقه لسه بتستوي شويه. هو لعيب مهاري جدا بس قراراته فيها غلطات كتير قوي. هو لسه صغير بس يعني لو ظبط الربع اللي عنده ده يبقى لعيب مرعب. بس زي النهارده هو بيفضل يحاول، دي ميزته الصراحه ان هو في 90 دقيقه حتى لو قراراته كانت اغلبها غلط بس هو بيفضل يحاول. على الاقل بيبقى هو كان هو مصدر الخطوره الوحيد، حتى لو كان مصدر خطوره عشوائي او مصدر خطوره فردي بس هو كان عامل خطوره شويه. بس زي ما اقول انا هحمل الماتش ده لبوتشيتينو اللي حسيته جبان شويه. ايوه اكتر على نفسه الماتش، وما كانش مصدق ما صدقش انه تقدم بهدف على السيتي، ما كانش مصدق ان هو ممكن يكسب السيتي. فحسيته استكتر على نفسه الماتش مع ان حتى انت قبل ما تخرج ستيرلينج بخمس دقائق انت ستيرلينج نفسه كان حاطط كوره شالها ادرسون، يعني كان انقاذ ولا اروع الصراحه. كان ممكن تبقى 2-0 ولو فضلت مكمل حتى للدقيقه 75 80 وعملت تغييراتك دي اتفهمها. يعني انت في 10 دقائق تدافع ممكن حتى تخطف جون تاني تطلع 1-1 ساعتها ماشي، اقول ان انت دفعت في وقت معقول يعني والسيتي هو اللي جز عليك. بس ان انت ترجع من اول تلت ساعه كده فالنتيجه كانت طبيعيه ان انت كنت تتعادل، بل انت كنت ممكن تخسر لو الحكم حسب البينالتي اللي في الاخر دي. انا شايفها بينالتي، انا مش شايفها بينالتي. الكره نزلت على ايده ولعبها بايده كده، انا مش شايفها بينالتي. حضرتك شايفها بينالتي؟ الحكم ما حسبهاش. كان في كذا
طبعا كان في كذا كوره حتى اللعيبه حكام بتعترض اتعاطفوا عليها. مع تشيلسي طبعا. مش هقدر اقول كده الصراحه، ما اعرفش حكام انجلترا كده كده كلهم اسوأ من بعض الصراحه. حكيم في انجلترا ما يمشيش اصلا مع مستوى الدوري، بس في الاخر الماتش ده خدم الدوري كله. احنا بنعيش موسم استثنائي في البريمير ليج، ثلاث فرق بتتنافس مين اللي احنا لحد بنعيش؟ الجوله 25، ليفربول، ارسنال، مانشستر سيتي بيتنافسوا لحد اه الجوله ثلاثة 25. اه يعني مش فاكر امتى اخر مره كان في منافسه ثلاثيه على اللقب ده، واظن ان المنافسه دي هتكمل. الله اعلم مين هيقع لسه. ارسنال وسيتي عندهم تشامبيونز ليج، ارسنال ممكن يقع شويه لو تشامبيونز ليج هنشوف. ليفربول بالسكواد اللي بيحصل فيه والاصابات دي ممكن يبدا يقع شويه، الله اعلم. بس احنا لحد دلوقتي في الجوله 25 شايفين ثلاث فرق بتتنافس، النقط فرق نقط قريبه جدا. السيتي هيلعب المؤجله بتاعته الاسبوع ده، السيتي هيبقى كله زي بعضه وفرق النقط هيبقى قريب. اظن ان السيتي عنده يعني برينتفورد هوم بعد ماتش النهارده ده هيكسبوه، اظن ان هو برينتفورد لسه واخد اربعه النهارده. ليفربول نروح هيبدا بقى، مكان نروح واحد. بقى من السيتي وتشيلسي والتعادل 1-1 الى فوز ليفربول برباعيه، اسيست صلاح وهدف صلاح وعوده ابو صلاح. عاوز ابو صلاح طبعا، صلاح هو ملك الانتاجيه، صلاح انتاجيته مرعبه حتى لو لعب ماتش سيء او ماتش بس لازم تقول انتاجيته مرعبه مع ليفربول. ماشي يعني. ده موضوع، خلاص بقى ننسى المنطقه ده دي. موضوع تاني ده. بس هو فعلا صلاح من كان في ديبيت او في مقارنه الايام دي ان صلاح ممكن يبقى اعظم جناح جه في تاريخ الدوري الانجليزي، احسن جناح يمين طبعا، وجناح انتاجيته مرعبه. لو صلاح ما عملش ماتش كويس او حاجه، هو في الاخر طالع بجون واسيست بالمرتاح على الواقف يعني، وعودته كانت مهمه جدا. بنشوف الجمهور بيغني له بره ملعبه، اول لما صلاح نزل الاغنيه بتاعته الجمهور كله بيغنيها له بره ملعبه، دي حاجه ده يدل ان هو قد ايه اللعيب ده مكانته كبيره قوي عندهم هناك، وازاي استقبلوه حتى لما جاب الجون او ضايع كوره بعديها كلهم كانوا بيغنوا له. ايوه بس طبعا النهارده يعني اللي شفنا بعديها كلوب في المؤتمر الصحفي كان باين عليه الزعل شويه ليه؟ ان فرقته بتتصفى النهارده، حظه وحش جدا. انت بيتصاب لك اتنين في الشوط الاول، يعني اول اللي هما مين ومين؟ اللي هما كيرتس جونز لعيب في نص الملعب، وديجو جوتا اللي اصلا يعني كان في فورمه كويسه كان لسه راجع من الاصابه ما كملش شهر، بس الاصابه بتضربهم تاني. الله اعلم، ممكن يعني بالكلام ان ممكن يكون موسمهم انتهى، فدي هتبقى حاجه سيئه جدا لليفربول، ان السكواد بتاعك انت محتاج يبقى مكمل، انت لسه فاضل يعتبر ربع في الموسم، ده الربع اللي انت بتحتاج تجز فيه لو ما عندكش لعيبه. تجز يعني ايه يا عمر؟ تجهز اللي هو تبقى بتكسب كل ماتش، ايوه بتلعب تضغط. اه بالظبط. انت يعني محتاج الفرقه لو الماتش معقرب، انت كده ما عندكش دكه، دكتك بتفضى. انت اوريدي اصلا بتلعب كيرت جونز ده بديل سوبوزلاي اللي هو اصلا مصاب، اللي هو كان لعيب من ابرز لعيبه ليفربول في الموسم. النهارده انت كنت بتلعب ببرادلي الباك اليمين اللي هو مكان ارنولد اللي برده مصاب. ارنولد ده اللي هو يعني ترس مهم جدا في ترس ليفربول الهجومي وفي البيلد اب، ازاي بتلعب الكره من عليه وهكذا. اليسون نفسه ما كانش موجود، واليسون يعني لو مش موجود في ماتشات كتير كلير يعني لا يرتقي لمستوى ليفربول خالص. فليفربول عندها اصابات كتيره مرعبه وحظهم سيء جدا، هنشوف الدنيا هتبدا ترجع معاهم ازاي. لسه سوبوزلاي وارنولد تقييمك هيبقوا لصلاح اساسيين النهارده يعني في النهارده. اول مباراه بعد العوده. واول مباراه بعد العوده هو مش هقول لك ان هو كان خارق، بس هو على الواقف فعلا طلع بجون واسيست. المدافعين اللي كانوا عليه الصراحه الجون التاني ده هو كمل فيها شويه وفضل يعافر مع المدافع وجاب جون. الاسيست كان حلو جدا الصراحه، الماكاليستر اللي عمل فيه مجهود رائع جدا وقدر يحط جون. انتاجيته عاليه جدا زي ما بقول لحضرتك ان هو طيب على الواقف وبيقدر يطلع جون واسيست مع عودته، هنشوف بقى. المنافس الثالث للسيتي والليفربول على البطوله هو ارسنال اللي كسب النهارده بيرنلي 5. شفت ازاي اداء ارسنال النهارده واحنا قاعدين متمسمرين قدام التلفزيون؟ ارسنال فرقه ممتعه، بيعملوا رقم مرعب جدا، بيسجلوا 11 جون في اخر ماتشين. الماتش بتاع الاسبوع اللي فات بيكسبوا 6-0 وست هام، النهارده بيكسبوا 5. فرقه برضو يعني مرعبه هجوميا من بعد المعسكر اللي عملوه في دبي، من بعد المعسكر اللي وقف اللي هو الاسبوعين اللي خدوهم اجازه، من بعد وقعت فولهام ساعه ما عملوا المعسكر ورجعوا اول ماتش كسبوه 5-0 قدام كريستال بالاس. الفرقه فورمتها اتغيرت خالص، بقت عندها حلول هجوميه اكتر بكتير، حتى الماتشين اللي هم كانوا اتعثروهم اللي هو كان ويست هام نفسه اللي قدر يكسبهم في ملعبه اللي ادوا له 6 الاسبوع اللي فات، بعديها فولهام اللي خسروا، بعديها الفرقه اتحولت 180 درجه، بيقدروا يكسبوا ليفربول من قريب، بيبداوا يرجعوا في الصداره تاني، بيظهروا في الصوره منافس محتمل جدا بعد حتى وقعت السيتي النهارده. هما فرقه يعني مكملين على البروجكت بتاعهم، مكمل على الموسم اللي فات، بيتحسنوا شويه كل شويه بيتحسنوا، هيبقوا منافس لحد الاخر، لسه ممكن يروحوا بعيد حتى لدوري الابطال. دوري الابطال بتبقى ماتشات بتلعب على تفاصيل صغيره، فممكن تلاقي ارسنال في السيمي فاينل لدوري الابطال لو القرعه خدمته. اتوقع ان هو هيعدي يعني ويكمل دور الثمانيه وممكن يروح بعيد. هما فرقه ممتازه جدا، في لعيبه بتفوق، ساكا رجع فاق تاني وفورمته بتجيب اهو النهارده، هو بيحسم الماتش بالهدف الثاني والثالث،
اوديجارد في فورمه مرعبه من ساعه ماتش ليفربول، كل الفرقه فايقه، هافرت سجل جون حلو قوي في الاخر، كل الفرقه فايقه والفرقه بترجع، الفرقه ما عندهاش اصابات والفرقه ماشيه كويس جدا، والانتاجيه مرعبه برضو عندهم. انت بتسجل 11 جون بره ملعبك الماتشين اللي فاتوا والماتشين بتاع النهارده والاسبوع اللي فات. شايف الصراع هيكمل بين الثلاثه يا عمر واحنا في الجوله 25 ليفربول والسيتي وارسنال؟ لحد دلوقتي باصابات ليفربول اللعيبه عايز تعمل حاجه، وده باين ان هم عرفوا النهارده يخلصوا الماتش حتى في اصابات، وبعد التبديل قدروا يكملوا. بس لو الاصابات دي كملت هيبقى ممكن صعب ليفربول ان هو يكمل للاخر، لان احنا لسه في الجوله 25 فبدري. بس هو عالم لان برده المنافسين التانيين عندهم دوري ابطال، سيتي سكواد وخدمه طبعا، سيتي عندهم سكواد، ارسنال سكواد احسن بكتير، الاصابات هتلعب دور كبير قوي في قدام. بس لحد دلوقتي احنا شايفين صراع ثلاثي مكمل، واظن ان هو هيكمل حبه حلوين كمان. طب جمهورنا العظيم المحترم عمال يكرر السؤال على لسان ناس كتيره جدا، بيقول لك رايك في عوده رمضان صبحي الاهلي، هل انت مع العوده؟ عايزين نسمع راي الجيل الجديد والجيل الشاب، ماشي، خاصه وان الاهلي لما بياخد قرار ما بيتراجعش عنه. هل انت مع عوده رمضان صبحي للاهلي ولا ضد عوده رمضان صبحي للاهلي؟ بحكم سنك يعني مش لازم يعني. لا انا ضد العوده صراحه. ضد العوده ليه بقى؟ دي مفاجاه. لان هو يعني هو اختار، كان الطريقه اللي راح بها غير اللطيفه، كلنا عارفين ان هو راح ازاي، غير ان هو في اللي هو ماشي بقاله قد 4 سنين تقريبا ما قدمش فيهم حاجه تخليني منجذب ان اللعيب ده يرجع يعني. فلا انا شايف ضد عودته، هتعمل لي ممكن مشاكل على الفاضي او تعمل لي وجع دماغ على الفاضي، خصوصا ان اللعيب في ال4 سنين اللي فاتوا ما شفتش منه حاجه تستاهل، خصوصا ان انا حتى في مركزه ده عندي 2 احسن منه بكتير. 3 2 يعني، حسين الشحات، رضا سليم، احمد عبد القادر. طب بالظبط، والثلاثه في فورمه احسن منه يعني في السنين اللي فاتوا في الفتره دي. فانا شايف ان هي يعني عودته بس هتسبب لك وجع دماغ خلاص. دمتم في امان الله ويحفظكم رب العالمين ويبارك فيكم. سلام عليكم. اغلق.